ماشي. لا 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 يا بيه. النهارده كام؟ لا ان شاء الله باذن الله خلص وهيجي لي 8 8. ماشي. لا ما اخذ حاجه. ماشي ماشي يا جماعه. طبعا يعني الحل ايه؟ انا بقول لك استناني بالراحه بالراحه بالراحه. الحل ايه؟ ده انا المفروض هكون 8 ونص في القطميه اجي هنا 9 ازاي؟ بقول اتحضر بتريح. ما احنا بنقول حضرتك بيقول لك عامل معاك مشكله. هيعمل معايا انا مش معاك انت. معايا انا ايه في يا جدعان؟ في رجاله. يعني انا اوعدك ولا 9 الصبح اضحك عليك؟ قول له لا خليها 10. ما تقدرش على المحافظ 10. طب اعمل ايه انا؟ انا بقول لك انا متحمل المساجد عشان اعمل ايه؟ انا راحل يا جماعه. يعني يا جدعان هو ما بيقول الكلمه ويرجع وما يجيب امها مش مصر. هتحط قدامك بحط قدام الامر الواقع هي في وشي. انا مش مالك من النهارده ولا اجي الساعه 2 ولا اجي الساعه 3 ولا اقول لك 9 ولا 10 9 ونص الصبح. خلينا نلعب الفقرات اللي هو الصبح. اتفضل. مش كده؟ هو ده الكلام ولا ما الصندوق بتاعك. السلام عليكم. السلام.